36 عاماً عمر فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، مئات العروض والجوائز والمهرجانات، و12 عملاً راقصاً أعادوا إحياء الفولكلور والأغنية التراثية، جددوا وأبدعوا. الدور اللي لعبته الفنون هو مش دور تاريخي، هي حملة الموروث الفلسطيني التراثي المجتمعي، ووظفته بما يخدم المرحلة وما يخدم المستقبل ومحاكاة الظروف اللي احنا بنعيشها كفلسطينيين. في إحساس بالثقة تعطي الفرقة للناس، في إحساس بالانتماء للبلد، في فرح رغم كل الحزن اللي موجود في العالم. رقصوا للحب، للحصاد، للعرس، للعودة لحرية المرأة وللحرية في أرضهم. رقصوا متحدين الاحتلال والسجن والحصار والحرب والانقسام. الفنون استخدمت الدبكة والموسيقى واللحن الشعبي لوظفتهم في أمور كثيرة بالمجتمع الفلسطيني، سواء بالمقاومة، بالتنمية، بالتنوير، بالتغيير بالمجتمع، بالتقبل التعددية. هي مركزت العمل الوطني المرتبط بثقافة الفلسطينية، مرتبط بالشخصية الوطنية الفلسطينية وبالهوية الفلسطينية. هؤلاء هم جيل المؤسسين، وهؤلاء هم الجيل الثاني. عطى خطاب ساهمت الفرقة في صقل شخصيته وهويته الوطنية والاجتماعية. الفنون بيئة ليقدر الإنسان فعلا يعبر عن حاله، وفي احتضان جماعي غريب، في إيمان بقوة المجموعة وإيمان المجموعة بالفرد، هذا إشي مش موجود في أي مكان. هي حشدت كل هذا الجيل عندها في الفرقة من خلال تطوير الرقص الفلسطيني والدبكة الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية أو في القرى. أما هؤلاء فالجيل الثالث، فرقة براعم الفنون، جيل جديد مفعم بالقوة والرغبة في التغيير. فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية إبداع فني، عطاء اجتماعي، ورقص يشع رسائل فرح وحرية ومقاومة. من قصر رام الله الثقافي، شروق أسعد، تلفزيون دبي.